السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان استخدام رمز عملية الجمع. يلا بينا تعالوا نشوف درسنا هيتكلم عن ايه النهاردة. في مسألة دلوقتي بتقول لي يوجد نقط ظهور حمراء ونقط ظهور زرقاء، والمثال اللي بعد كده يقول لي عدد الظهور كلها يساوي، وسايب لي مربع فاضي نقط زائد نقط يساوي نقط. ده شكل المثال اللي موجود عندنا في الكتاب. يلا بينا نشوف المسألة طالبة مني ايه. قال لي يوجد نقط ظهور حمراء. تعالوا نعد الظهور الحمراء، هنلاقيها 1 2 3، يبقى يوجد 3 ظهور حمراء ونقط ظهور زرقاء. يلا تعالوا نعد الظهور الزرقاء، 1 2 3 4، يبقى 4 ظهور زرقاء. عدد الظهور كلها يساوي كام؟ هنقول 3 زائد 4 هيساوي كام؟ 7. طب تعالوا نشوف مثال كمان. في دلوقتي عندي شمعة، 1 2، يبقى عدد الشموع الخضراء كام؟ 2، والزرقاء 1 2 3 4، يبقى عدد الشموع الزرقاء كام؟ 4. طيب لو قلنا علامة الجمع، يعني أنا لو جمعت الاتنين دول على بعض، الشمع الأخضر على الشمع الأزرق، هيديني كام؟ تيجوا نشوف. تعالوا، عدد الشموع كلها هيساوي، هناخد كل الشموع ونضمها على بعض، هنقول 1 2 3 4. دلوقتي هناخد الشموع الخضراء ونضمها، احنا وصلنا لحد 4 5 6، يبقى اصبح ان كل الشمع دول هنقول عليهم ايه؟ 6. عدد الشموع كلها 6، يعني 2 زائد 4 هيساوي 6. طيب في قدامنا لعبة كده، تعالوا يلا نشوف هنلعبها ازاي. هنعد النجوم اللي موجودة ونشوف هنحل ازاي. 1 2 3 4 5. الحلقة الأولانية دي فيها 5 نجوم، يبقى هنكتب في المربع بتاعها كام؟ 5. يلا اكتب ورايا في الكتاب بتاعك 5. طب والدايرة اللي قصادها فيها ايه؟ نجمة واحدة، يبقى هنكتب ايه؟ 1. هنحط 5 زائد 1 يدونا كام؟ طلع على ايدك 5 وضيف عليها 1 من ايدك التانية، هيدينا كام؟ 6. برافو عليكم. تعالوا نشوف مثال كمان وبنفس اللعبة. يلا هنحط المرة دي بقى كور، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى معانا كام كورة؟ 7 كور. طيب وايه كمان؟ وهنشوف الكور التانية اللي في الحلقة التانية، 1 2 3 تلاتة، يبقى هنضيف ايه؟ 3. يلا نحط الكور دي على بعضها، هنقول 7 زائد 3 هيدونا كام؟ برافو عليكم، هيدونا 10. 10. شكرا ليكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درسنا النهاردة، ويا رب يكون الدرس عجبكم، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.